150 بموجب كل النصوص القانونية الخاصة بهذا القطاع. المتحف الوطني للمجاهد والمناضل الكبير فئته للحركة الوطنية. الثورة التحريرية المجيدة انطلقت كفكرة ومشروع في اجتماع مجموعة 22 التاريخية الذي انعقد على مقربة من هذا المكان بمنزل المجاهد الرمز إلياس دريش عليه رحمة الله. ذلك اللقاء الذي تحدد فيه مصير الشعب الجزائري وبات حدا فاصلا بين مرحلة وأخرى، وبالنظر إلى القرارات التي أسفر عنها حيث قرر مجموعة من المناضلين الشباب الارتقاء بوعيهم ونضجهم السياسي إلى مستوى تحدي رهانات المرحلة. وإذ نحيا اليوم الذكرى 69 لذاكرة الاجتماع التاريخي، فإننا نحيي ذكرى عظيمة برجالها وصناعها. نستذكر بعرفان ووفاء ومضات من ذلك اللقاء الذي استجمع فيه الشعب الجزائري عزيمته وانطلق في حسم النزال من أجل التحرر والانعتاق.